أجيال جي بي تي، أول برنامج إذاعي فلسطيني يستنطق تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار شيق مليء بالمعلومات. أجيال جي بي تي من شبكة أجيال مع وليد نصار. أهلاً بكل المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من أجيال جي بي تي. اليوم سنسأل آلة الذكاء الاصطناعي عن موضوع هام نستخدمه يومياً تقريباً كلنا في منازلنا وأحياناً في عملنا، فرشاة الأسنان. ما هو الاستخدام الأمثل لفرشاة الأسنان؟ وكم مرة يجب أن نستخدمها يومياً؟ مرحباً بكل المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من أجيال جي بي تي. الاستخدام الأمثل لفرشاة الأسنان يتطلب تنظيف الأسنان مرتين يومياً صباحاً ومساءً لمدة دقيقتين في كل مرة. يفضل استخدام الفرشاة الناعمة والتحرك بها بلطف على جميع أسطح الأسنان، بما في ذلك الجوانب الأمامية والخلفية والأسطح التي تستخدم للمضغ. لا تنسوا تنظيف اللسان أيضاً لإزالة البكتيريا وتحسين رائحة الفم. استمروا بالاستماع لنا للحصول على المزيد من النصائح المفيدة في حلقاتنا القادمة. شكراً لك على هذه المعلومات. وهل هناك مواد يجب ألا أستخدمها مع فرشاة الأسنان، وما هي هذه المواد؟ نعم، هناك بعض المواد التي يجب تجنب استخدامها مع فرشاة الأسنان. أولاً، يجب تجنب استخدام معجين الأسنان الكاشطة بشدة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وإلحاق الضرر باللثة على المدى الطويل. ثانياً، منتجات التبييض القوية قد تسبب حساسية الأسنان إذا استخدمت بشكل مفرط أو بدون إشراف طبيب الأسنان. ثالثاً، لا تستخدم بيروكسيد الهيدروجين بتركيزات عالية دون إشراف متخصص، حيث يمكن أن يكون قاسياً على اللثة. أخيراً، تجنب استخدام الخل وصودا الخبز بشكل متكرر، لأنهما يمكن أن يتسببا في تآكل مينا الأسنان. استخدم معجون الأسنان الموصى به من قبل طبيب الأسنان، وتجنب المواد التي قد تسبب ضرراً للأسنان أو اللثة. شكراً لك على هذه المعلومات، نرجو منك أن تنهي هذه الحلقة. شكراً لك. في ختام هذه الحلقة أود أن أشكركم جميعاً على الاستماع. كان معكم وليد نصار بالتعاون مع تقنية جي بي تي الناطقة باللغة العربية. نراكم في الحلقة القادمة. كنتم مع أجيال جي بي تي، بودكاست من أجيال يحاكي تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج إذاعي.